لا يثق الألمان كثيرا في نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ف80% منهم لا يستبعدون لجوءه إلى كل الوسائل لتحقيق المصالح الروسية. ولكن ماذا عن موقف الألمان حيال التحالف الغربي؟ 45% من الألمان يريدون أن تظل ألمانيا وفية لمواقف الناتو، في حين يفضل 49% اتخاذ موقف وسط بين الغرب وروسيا، فيما تعتقد أغلبية الألمان أن بلدهم الآن ملتزم تماما بالموقف الغربي. غير أنهم يرفضون إرسال طائرات حربية إضافية إلى الحدود الشرقية لمنطقة حلف شمال الأطلسي. 40% فقط يدعمون فكرة تعزيز الدفاعات الجوية في سماء دول حلف الناتو، بينما يعارض 53 منهم ذلك. هذه التوجهات يدركها المسؤولون الألمان، غير أنهم مطالبون من قبل حلفائهم باتخاذ موقف واضح حيال الأزمة الأوكرانية. كان ذلك حلا وسطا، سببه أن دول الناتو الأخرى أرادت اتخاذ موقف حاسم، وأرادت ألمانيا أن تحافظ على تضامنها معهم مع تمسكها بدور الوساطة بين الطرفين. الاستطلاع أظهر أيضا أن الألمان يفضلون قيام الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في معالجة الصراعات الدولية وليس حلف شمال الأطلسي.